25 من آب عام 78 انتقل الإمام الصدر يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين إلى ليبيا. ومنذ ذلك الوقت ارتبط اسم هذين الرجلين بالإمام الصدر إلى الأبد. هل حصل اللقاء بين الرجلين؟ من هنا تبدأ الأسئلة وتكاد لا تنتهي، وفي الوقت الذي تؤكد مصادر حصول اللقاء تنفيه أخرى، وفي الوقت الذي تؤكد فيه معلومات أن الإمام الصدر ورفيقيه قتلوا تؤكد مصادر أخرى أنهم لا زالوا على قيد الحياة. وبغض النظر عن صحة هذه المعلومات أو عدمها، فإن المعني اليوم بالكشف عن مصير المخطوفين الثلاثة ليس أي طرف لبناني أو إيراني أو شيعي، إن الذي يتحمل ويتحمل المسؤولية المباشرة عن إخفاء الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين هو معمر القذافي. ومعمر القذافي هو المعني الوحيد والوحيد بالكشف عن مصير الرجال الثلاثة. أخفي الإمام الصدر في وقت كان لبنان بأمس الحاجة إليه، وفي وقت كان الجنوب بأمس الحاجة إليه، وإذا كان لا يزال سرا مصيره، فإنه ليس من الصعب معرفة لماذا أخفي هذا الرجل عن ساحة الأحداث، وبالتالي ليس من الصعوبة معرفة من هي شبكة المستفيدين من إخفائه. أنا بعدين يعني إذا سئلت مين غيب الصدر بقول لك غيبه الشخص اللي يبلغ درجة من الذكاء سمحت له إنه أن يتخيل، أن يعرف بالخيال إنه موسى صدر هو بيحب أزمة الدنيا، وممكن يكونوا أكثر من مرجع واحد. لقد حفل التاريخ بوجود قادة كبار قدموا خدمات واكتسبوا الشهرة على مستوى العالم، لكنها انتهت بوفاتهم. لكن في المقابل تأتي نماذج من نوع آخر تبدع أعمالا يكتب لها الخلود. لقد أسس الإمام الصدر حركة في لبنان في أكثر المناطق تغربا في الشرق، وفي ظل نظام فاقد للهوية وحضور إسرائيلي وأمريكي وفرنسي فاعل، استطاع هذا الرجل أن يؤسس حركة في أصعب ظروف الاضطهاد الذي حاصر شيعة لبنان، فاستنهضهم وهز بهم كيان السلطة التي حرمتهم من حقوقهم وقذف الرعب في نفوس حكام إسرائيل. تمكن الإمام من استنهاض الشيعة الذين غمرهم الفقر والحرمان، فجمع شملهم ونظم وجودهم وأعطاهم الثقة بأنفسهم. لقد أعاد الصدر للشيعة شخصيتهم وعنفوانهم بعد أن أرهقهم التعب بسبب الاضطهاد الذي حل بهم، وولد عندهم عقدة الدونية والخوف على مدار التاريخ. وكان يقول لفقراء الشيعة في جنوب لبنان المتسائلين: كيف نستطيع مقاومة عدو جبار كإسرائيل ونحن لا نملك السلاح؟ فيجيب: عليكم أن تقاتلوا إسرائيل بأسنانكم وأظافركم وبسلاحكم مهما كان وضيعا، حتى لا تنطقوا شرفكم بالخزي والعار. ترك الصدر أمانة وطنية ثقيلة مفادها أن إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام، وأن على اللبنانيين أن يكونوا مجتمع حرب لمقاتلتها ومواجهتها. وفي نفس الوقت شكل عنوانا للوحدة الوطنية بين اللبنانيين، ولذلك كان قطبا للرحى يلتف حولها كل اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق. أكثر من 27 عاما مرت على إخفائه، ورغم ذلك فإنه ترك بصماته الثقيلة في وعي ووجدان شعبه الذي أحبه وسوف ينتظره دوما. إنه السيد المغيب موسى الصدر.